يقول أبو عادل مصري مقيم بالرياض أنا أصلي التراويح في بيتي أصلي أربعا ثم أسلم أصلي أربعا ثم أسلم والشفع والوتر. صلاتك في المسجد ومع المسلمين أفضل من صلاتك في بيتك. صلاتك في بيتك تصح إن شاء الله ولك الأجر في ذلك. وبإمكانك إذا رجعت إلى البيت بعد التراويح أن تصلي ما تيسر لك زيادة على التراويح. اما الصلاة مع المسلمين في المساجد فهي شعيرة ظاهره من شعائر الاسلام تعمل في المساجد نعم